بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أنا بوجه التحية لأهالي اسكندرية والبحيرة، وبشكر كل من ساهم، مش إن إحنا نبقى موجودين هنا النهاردة، في كل الأنشطة اللي تم الحديث عنها في الاسكندرية والبحيرة من الدولة أو من منظمات المجتمع المدني. في الكلام كتير اللي قاله الدكتور مصطفى، في كلام تاني ما تقالش برضه. إحنا عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، ان احنا واحنا بنتكلم في اللي احنا فيه ده، تجدوا ان مش الارقام كبيره، مش ان الرقم اللي اتصرف 800 ولا 900 ابدا. هو الفكره كلها ان في كتير من الموضوعات اللي احنا بنعملها لو كانت اتعملت في اماكن يعني جديده خالص ما كانتش هتكلفنا التكاليف دي كلها. احنا بنضطر نصلح ونبني على اللي صلحناه. شبكة الري او شبكة صرف المطر اللي الدكتور مصطفى بيقول عليها، لو احنا بنعملها في مكان جديد موضوع مختلف خالص عن اللي احنا ماشيين فيه. احنا بنحاول نصلح ثم نبني ونطور اللي احنا بنعمله. يعني دايما المكان الجديد فرصتنا فيه كدولة كتخطيط افضل كتير من اللي احنا ندخل على التخطيط السابق اللي هو تم تجاوزه. يعني مش مهم ابدا نقول تجاوزه ليه، لان احنا مش هنا موجودين عشان نوزع اتهامات ابدا. احنا موجودين هنا عشان نصلح ما امكن اي حاجه ممكن نعملها. خلينا نرجع بس لموضوع اسكندريه، مش بس شبكة الطرق اللي هتكلم فيها، لا أنا هتكلم على الإسكان كأحد المشاكل المزمنة. وزي ما تقال كده إن في 300-400 ألف وحدة سكنية غير قابلة أو غير صالحة ومحافظة اسكندرية موجودة صالحة. 300-400 ألف وحدة، لو إحنا النهاردة بنتكلم على تكلفة الوحدات ديت، أنا بتكلم في موضوع واحد، في موضوع واحد. لو حبينا ان احنا نعمل لهم اسكان بديل يا دكتور مصطفى، احنا بنتكلم على الاقل، لا الوحده بكام؟ لو الوحده بنص مليون زي الدكتور مصطفى ما بيقول، في 300,000 وحده يعني 150 مليار انت محتاج تعملهم عشان تقول للناس. لو انت بتقول ان المبنى ده غير صالح وغير قابل للاصلاح، يبقى هبني له، يبقى عايز مكان ابني له فيه ثم ابني له بالفعل، وبعد كده اهد ده عشان غير صالح. احنا اتقال الدكتور مصطفى اطلق يعني القى الضوء على مشروعين لكل المواطنين، منهم بشار الخير وصواري وغيره وغيره، ومنهم مشارف. انا عايز اقول لكم على حاجه بس، وده بقوله لينا وللدوله وكده. المشارف دي موجودة على أراضي كانت أرض سبخية، كانت فيها مية. بدل ما كنا بنينا جوه اسكندرية بالطريقة ديت، لو كانت عمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا خلصنا 500 فدان وشغالين في 1000 فدان. خلصنا شغل في 500 فدان وبنردم 1000 فدان تانيين في منطقة العمرية. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، وإحنا بنعمل ده بيتعمل الطريق اللي يربط العمرية مش بشرق اسكندرية، لا بنعمل الطريق عشان يتربط مع الطريق الصحراوي تخش منه. كلام كتير قوي، ولما تيجي تكلم مدير الكهرباء في الموضوع يقولك ده انتوا عايزين، انا عايز هنا 3-4 مليار جنيه للمرافق. لو كلمت وزارة الاسكان في المرافق يقولك انا عايز 3-4 مليار جنيه عشان ادخل المرافق في الاماكن دي. بقول كده ليه؟ أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان كتير مننا يقول يعني الأكل غالي، الأكل غالي، صحيح، بس إحنا بنى الدولة ومعالجة تاريخ طويل. أنا عايز أقول لكم على حاجة، ما رضيتش أقول للدكتور مصطفى وقف محور المحمودية ووري الناس كان شكله عامل ازاي؟ اقول كلمة صعبة، وكانت الناس راضية وساكتة، كانت الناس راضية
وسكتة يعني تخليه كده وقعد تزعلوا من اللي حوله وناكل ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية؟ ردوا علي. أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا أشيل الناس وأسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا عليّ.